السلام عليكم. اليوم رانا في مدينة شلغوم العيد التي تقع في ولاية ميلا، واللي نشوف هنا تهي رديئة جدا من حيث الأرصفة والطرقات، وكذلك نلاحظ البرك تاع الماء. يعني مدينة شلغوم العيد في حالة يرثى لها. إذن في هذا الوسط المعماري الحزين تاع مدينة شلغوم العيد، نعرفكم بزوج مراكز تجارية ضخمة كبيرة. الأولى هذا مركز إيلين اللي تم الانتهاء من الإشغال فيه، لكن ما زال لم يفتتح. إذا نزيد نافونسي ونشوف يعني نقترب من هذا المركز التجاري الكبير، وكذلك نكتشف الحالة المزرية للطرقات والأرصفة على مستوى مدينة شلغوم العيد، رغم الشكل الهندسي تاع المدينة بصفة عامة والطرقات، يعني طرقات واسعة، بلاد مشروحة مسطحة، يعني من ناحية، لكن للأسف الشديد التهيئة العمرانية غائبة. يعني التجديد الحضاري هذا الذي نصبوا إليه غائب في هذه المدينة نتاع شلغوم العيد. إذن هنا نزيد نعود نرجع ونشوف نقترب أكثر من هذا المركز التجاري الجديد اللي تم الانتهاء الأشغال تاعه هذا حوالي عامين، والآن ما زال يبدو مغلق. إذن وهنا لازم رفع الغبار على الطرقات يا ناس. هذا مشكل موجود على مستوى كل المدن الجزائرية، مشكل الأتربة المتراكمة على حواف الطرقات. وهنا إذن نقترب من المركز التجاري هذا الجديد، مركز إيلين، ما يسمى بمركز إيلين. إذن هذا هو، وسوف نروح نشوف كذلك مركز تجاري آخر مش بعيد عليه كتير. إذن هذا هو يبدو مغلق على أي حال. كنا حبيت ندخل نشوف من الداخل لكن لقيته مغلق، ولا ربما مغلق مؤقت تاع الأسبوع، ربما تاع إذن وانا نشوف يعني الطرقات جيدة والأرصفة موجودة، لكن فيه الصيانة غائبة. وهذا لاحظته في كل الأرجاء نتاع المدينة تاع شلغوم العيد. شوف يعني حالة الطرقات كارثية، رغم أن الأحياء جيدة وفيها تشجير، فيها أشجار، لابد من الزبر الإشل تاع الأشجار. هذا الزبر تاع الأشجار سكون أبل لي لاغاش فوان فرا إن أوبيراسيون دي لاغاش تاع الأشجار هذه. إذن هو تهيئة على الطرقات لازم بطريقة جيدة، يعني مؤسف أنه مدينة يعني بالحجم تاع مدينة شلغوم العيد يعني في هذه الحالة المزرية تاع التهيئة العمرانية. ودوك نزيد نافونسي شوية نشوفوا مركز تجاري آخر بهندسة أخرى. وهنا نشوف هذا المركز التجاري الآخر بالشكل الهندسي ديالو، هذا الشكل اللي كتير يستعمل في مدن الشرق، خاصة في عين مليلة وأم بواقي وفي يعني المدن تاع الجنوب الشرقي. لاحظ هذا الشكل الهندسي نتاع القرمود. إذا هو التغليف الحجاري. إذا هذا كذلك مركز تجاري آخر، ونشوف هنا عمارات جميلة، لكن للأسف الشديد التهيئة يعني غائبة. نكتفي بهذا القدر، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.